الأصل أننا نذكر بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الذي يقدر على النكاح يتزوج، أما الذي لا يقدر ماذا يصنع؟ لابد أن يرجع إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من الصيام، وبالصيام يكون تقليل الطعام والشراب، يقلل من الطعام والشراب، يصوم، يدعو الله سبحانه وتعالى: اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، واغنني بفضلك عن من سواك. ترك فضول الكلام مما يتكلم بعض الناس هدانا الله إياه، وهناك كلام قد يثير الشهوة عند بعض الناس ويجد أنه لا يطفع الشهوة إلا في محرم. يقرأ سورة يوسف عليه الصلاة والسلام: وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. قال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يتذكر ما عد الله سبحانه وتعالى للمتقين في الجنة: يغض البصر عن المحرمات، ويعلم أن بهذا من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. يبتعد عن كل ما يكون سبب للفتنة، الدخول على بعض القنوات الانترنت، ولا يعني يدخل إلى هذه القنوات إلا للضرورة فقط. يحرص ألا يكون وحده في بيت أو في أي مكان، لا ينام إلا وهو متعب ويريد النوم، يزور القبور الزيارة الشرعية. أراد أعداء الإسلام أن يوقعوا أهل الإسلام فيما هم فيه، حتى تختلط الأنساب ولا يعلم الأب من الابن، من الزوجة، من كذا. على اعتبار ذكر الشافعي رحمه الله تعالى وغيره أن الزنا دين، فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمه، كما تدين تدان. قال: يا غلام صغير. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله في كل الأمور يحفظك، تعرف على الله في الرخاء قال يعرفك في الشدة. أنت تطلب من الله وهو الرزاق سبحانه وتعالى، وإن مع العسر يسرا. وغير هذا مما ذكر العلماء رحمهم الله تعالى. بعض علماء السلف كان يقول لطلاب العلم، يقول هذا، فما بالك غير الطلاب، يقول: جنبوا مجالسنا ذكر ماذا؟ شهوة الفرج وشهوة الفم. فنحرص على هذا، وندعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ما يحب ويرضى. إن استطاع النكاح تزوج، أما بالنسبة لمن يعني تزوج لابد أن يعلم أنه في نعمة، ولابد أن يحفظ هذه النعمة. كذلك يعني ما يذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى أنه يراعي ما عليه الآخرين، يعني من الشباب الذين لم يتزوجوا، يعني لا يظهر الكلام أحيانا، ولا يسكن هذا المتزوج في أماكن فيها شباب غير متزوجين، وهذا في العادة، لأن يكون بهذا تأثير واختلاط أحيانا وبعض الإشكالات.